هذه القارة قديما ما كانت بهالشكل. خلنا نتفق في البداية أن كوكب الأرض مرن جدا، طبقاته الخارجية تتكون من صفائح صخرية متحركة مع مرور السنين. هذه الصفائح اسمها الصفائح التكتونية. من حوالي 200 مليون سنة تقريبا كانت كل قارات الأرض بما فيها أنتاركتيكا مجتمعين في قارة واحدة عظيمة اسمها بانجيا. ثم بدأت هذه القارة الكبرى تتفكك، وقبل حوالي 100 مليون سنة كانت أنتاركتيكا أعلى بكثير من الحين، لكنها مع الزمن انجرفت جنوبا ببطء وهدوء واستقرت أعلى القطب الجنوبي. ظلت أنتاركتيكا لمدة ملايين السنوات خضرة، لكن مع الزمن تراكمت البرودة على القارة بسبب موقعها، ونشأ مناخ خاص بارد جدا لهذا الجزء من العالم. تسبب هذا كله في إبعاد كل أشكال الحياة القديمة عنها باستثناء عدد قليل، وما تبقى إلا أنتاركتيكا اللي نعرفها الحين.